ايه يا حربي، وقفت ليه؟ بصراحة يا أستاذة أنا شايف يعني إن المقابلة دي ملهاش أي لازمة وإنها مضيعة للوقت. وبعدين نعيم بيه السيوفي ده عايز يقابلني بتاع إيه؟ عادي، عايز يتعرف عليك ويتكلم معاك. إشمعنى؟ إشمعنى دي يا حبيبي؟ أيوة إشمعنى أنا بالذات اللي عايز يقابلني؟ يا سيدي هتشوفه وهتعرف كل حاجة. بص يا أستاذة أنا كفاية عليا أوي إني بقابلك وبكلمك، وأي حوارات أو مقابلات أنا تحت أمرك، لأن بصراحة يعني ارتحت لك واستجدعتك وشايف إنك بنت بلد زيي. لكن نعيم بيه السيوفي ده انا معرفوش. هتعرفه وكمان هترتاح له اكتر مني. وبعدين مش بيقولوا معرفة الرجال كنوز؟ يلا يا حربي بقى، الراجل مستنين عشان خاطري. انا عشان خاطرك اروح اخر الدنيا يا استاذه. حاضر. ياه اخر الدنيا مره واحده؟ لا يا سيدي احنا مشوارنا اقرب من كده. يلا. صلي على النبي، ده ايه الحلاوه والجمال والطعامه دي كلها يا استاذه؟ ايه يا حبيبي وقفت ليه تاني؟ انا كنت فاكركم جورنال تعبان وعلى قد حاله. اشمعنى يعني؟ مش جورنال معارضه؟ بس المعارضه طلعت العمليه مبشبشه معاها على الاخر. بس كويس يعني حلو. هو ايه اللي كويس وحلو؟ يعني لما الحكومه العمليه تبقى مبشبشه معاها والمعارضه برضو العمليه تبقى مبشبشه معاها، يبقى ربنا هيكرمنا بقى والعمليه تبشبش معانا بقى ان شاء الله. انت مالكش حل، تعالى. معلش. السلام عليكم. اتفضلي يا سيادة. ميرسي يا عم صبر. اي خدمة تانية؟ شكرا. مساء الخير يا انسة رشا. مساء النور. ممكن تبلغي عندي ان انا وحربي موجودين؟ ثانية واحدة. مين دي؟ سكرتيرة نايم بي. الإنسان اللي يكون عنده سكرتيرة زي دي أكيد هيكون إنسان عظيم. اتفضل نايم بي مستنيكم. أهلا أهلا يا حربي. ده إيه النور ده؟ يا مرحب يا مرحب. ربنا يخليك يا باشا. أنا سعيد إني قابلت شاب شهم زيك من شبابنا الواحد يا ابني. اقعد يا مين اقعد. اتفضل. هات تشربيه. ربنا يخليك يا باشا. ها بجد؟ ربنا يخليك. طب تدخن؟ لا يا باشا. انا كمان نفسي ابطل التدخين والله خالص. المهم انا من كتر اللي حكيتهولي عنك الانسه اماني اصريت اني اقابلك بنفسي واتعرف عليك على طول. ده شرف كبير لي يا باشا والله. لا شرف ليا انا يا ابني. لو كل واحد عمل اللي انت عملته ده كان حال البلد دي بقى غير كده خالص. لا والله انا ما عملتش حاجه يعني. ما عملتش ده ايه؟ لا عملت. انت وقفت في وش الظلم وقلت له لا وقاومته وخلصت منطقتك من بلطجي مفتري كان مسود حياه الناس ومنغص عليهم عيشتهم. عشان كده اللي انت عملته ده هيشيل هم كبير من فوق قلب ناس كتير صدقني. طب الحمد لله يا باشا. وعموما اهل المنطقه اللي انا وقفت معاهم دول اهلي وناسي. واللي مالوش خير في اهله مالوش خير في ناسه. وعلى راي المثل الصاحب اللي يضر للخلف ضر، مش كده يا باشا ولا ايه؟ الصاحب اللي ايه؟ اللي يضر للخلف للخلف ضر يا باشا. حلو حلو يضر يضر. لا مظبوط كلامك يا عارف. تمام 100% صح كده. وعشان كده يا ابني انا اصريت اني اقابلك. ايوه سعادتك اصريت تقابلني ليه بالظبط؟ شوف يا اخ حربي يا باشا. شوف يا اخ حربي انا عايز اساعدك واقف جنبك لان انت فعلا تستاهل. انا سمعت ان المنطقه اللي انت عايش فيها منطقه فقيره قوي والناس اللي هناك كلهم غلابه ومحتاجين، عشان كده عايز اساهم في ان احل اكبر قدر ممكن من المشاكل بتاعتكم. هو سعادتك ناوي ترشح نفسك مجلس الشعب عند دايرتنا؟ مجلس الشعب. معذور معذور يا ابني. اه والله يا مالي معذور عندك حق. وهم بييجوا ايام الانتخابات يقعدوا يقولوا شويه كلام كده ويعملوا شويه حركات وبعد ما ينجحوا في الانتخابات الدايره ما بتشوفش وش النايب بتاعها. لكن انا ماليش في السكه دي خالص يا حربي. انا ماليش في سكه الكلام ولا حاجه قصاد حاجه.
ولا اديني صوتك عشان اخدمك. يعني سعادتك عاوز تساعدنا كده لوجه الله؟ تزعلش مني يا باشا، اصل انا يعني اللي في قلبي على لساني على طول. حربي هو نعيم بيه كده، بيحب يساعد الناس لوجه الله، هو ده هدفه في الحياه. شوف يا اخ حربي، انا عايزك تقول لي بالظبط ايه المشاكل اللي بتعاني منها المنطقه عندكم، وتقول لي كمان الناس هناك محتاجين ايه بالظبط. والله يعني هو من ناحيه الناس محتاجين ايه، فالناس محتاجين حاجات كتير قوي. الاولويات يا حربي، قول لي على الاولويات. حاضر يا باشا، هفكر واشوف وابلغ سعادتك. يا سلام يا فندم، لو كل مقتدر في البلد عمل زي حضرتك وتولى منطقة أو حارة فقيرة، مشاكل البلد كلها تتحل. مش بس المقتدرين يا أماني، لا، في ناس كتير قوي حربي بيعملوا خير وخير كتير، بس للأسف صوتهم واطي ضعيف مش واصل ومحدش حاسس بيهم. عشان كده دورنا إحنا بقى كصحافة حرة إن إحنا نسلط عليهم الأضواء عشان يبانوا للناس، وبالطريقة دي يشجعوا ناس كتير غيرهم ان يعملوا زيهم. في مثل حي قاعد معانا اهو، الاخ حرب. حرب يا باشا، حربي. حربي يا اخي حربي، حتى اسم ما يتنسيش، ربنا يكرمك. ده اسم مصري صميم، بس الدماغ بقى يا ابني. مفيش حاجة يا باشا، والله يا باشا عادتك حلوة وكلامك أحلى، بس يعني لما مؤاخذة بقى أنا اتأخرت على أكل عيشي ولازم أستأذن. طبعا عندك حق، أكل عيشك أهم. مفهوم يا حربي؟ يا حربي مفهوم. تمام يا باشا، تمام. يلا اتفضل باشا. السلامة يا حربي. السلامة يا باشا. اعمل حسابك ان احنا لازم نتقابل تاني. طبعا يا باشا، وقريب ان شاء الله. ان شاء الله. ها ايه رأيك؟ في ايه؟ في نعيم بيك؟ الحقيقة مش عارف. الراجل ده كان عايزني ليه بالظبط؟ ما هو قال لك بنفسه يا حربي. ولا كأني سمعت حاجة. يعني إيه؟ يعني اللي عايز يعمل خير مش مستني واحد زيي عشان يبقى وسطته في عمل الخير، لا يعمله يا ما يعملوش. أنت غريب قوي يا حربي. بص يا أستاذة أماني، أنا ياما لفيت ودرت واتلطيت، عشان كده مش سهل أصدق إن في حد في الزمان ده يعني لسه موجود إنه يعمل خير لله في لله كده. جرب أنت تشوف. هقول لك على حاجة، شوف المنطقة عندكم محتاجة إيه وقول لو عملوا يبقى خير. دي طيبة قوي يا أستاذة أماني، وقلبك أبيض، اللي زيك ما عادوش موجودين في الزمان ده. يلا بالإذن. تحب أوصلك؟ لا متشكر، أنا عارف سكتي كويس. أشوف وشك بخير. ايه يا نعيم بيه؟ ايه رأيك؟ الواد ده بيفكرني بنفس زمان، دمه خفيف وذكي ولماح وخبيث وعينيه كلها مكر. تصدق يا رشا، انا مش عارف مين فينا اللي كان بيدرس التاني، أنا اللي كنت بدرسه ولا هو اللي كان بيدرسني؟ أيوة، بس خلي بال حضرتك إنه النوع ده يخوف. هو من جهتي يخوف، بس يخوف الأغبياء. الواد ده ممكن يبقى مفيد جدا لينا لو عرفت أسيطر عليه وبرمجه في نفس الوقت. ممكن يبقى خطر جدا علينا. افهم من كده ان حضرتك لسه ما قررتش لو كنا هنضم لرجالتنا ولا لا؟ والله لسه مش عارف يا رشا، رجالتنا خلاص كبروا وريحوا وشبعوا ورحرحوا، والشغلانه بتاعتنا ما ينفعش فيها الكلام ده. شغلانتنا عايزه رجاله مفتحين ومصحصحين على طول، رجالة قلبهم ميت، وكل المواصفات دي موجودة في الواد اللي اسمه حرب ده. واضح ان حضرتك معجب بيه وهتديله فرصته. يعني بفكر اني اجربه في كام عملية كده
ولو نفع انطقه لفوق وابقى كسبت فيه ثواب، وساعتها يبقى يساعده ويهناه. اكرم. طيب. سامي اماني لسه ما جاتش. ما انا عارف منتهى قله الذوق وانا مش عارف اتصرف ازاي. اهي وصلت اهي. مساء الخير يا فندم. انت رؤوف صح؟ مظبوط كده، وحضرتك مدام منى مش كده؟ مظبوط. اهلا وسهلا، اتفضل يا رؤوف. امال حمزه فين؟ حمزه تعالى حبيبي سلم على عم رؤوف. اهلا 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 حمزه، ازيك؟ وانت ظابط زي بابا؟ مظبوط كده، انا ظابط زي بابا بالظبط. اتفضل، كل سنه وانت طيب. معلش شقوة عيال بقى. ربنا يخليهولك يا فندم. اهلا يا رؤوف، متشكر قوي انك جيت. انا ما اقدرش اتاخر عن سعادتك يا فندم، وخصوصا في مناسبه زي دي. اتفضل اتفضل يا حبيبي، تعال اعرفك على بابا. ده شرف ليا يا فندم. ربنا يسوقك يا اماني. كنت فين يا ابني كل ده؟ خراب يا حربي، دي المعلمه انشراح متضايقه منك قوي وصدرت الوش الخرده. يا ساتر. شوف انت بقى بركه، البركه ده لما يقول لك يا ساتر بقى الوضع عامل ازاي. وهي ايه اللي مضايقه؟ اصلها شافتك كنت بتركب التاكسي مع الحته بتاعت قصدي الانسه اماني. يا نهار اسود، ومش فايت؟ ما من عمايلك يا اخويا، مش انت اللي عامل لي حبيب وكل يوم مع واحده؟ لا ومش تلم امورك جايبها لنا هنا يا عم. هو انا اللي جبتها ولا ايه اللي طبت عليها زي القضا المستعجل؟ حظك الهباب بقى خلاها تشوفكم مع بعض. بقول لك يا حربي، احنا مصدقين البليه لعبت في ايدينا، ما ترجعناش لورا بقى بعمايلك دي. احملش همها برضه، انا اوصل للمعلمه انشراح والم الدور. ده لو رضي تدخلك يا فالح. بقولك يا حربي، لو شبشبت لك احنا فوق سهرانين مستنيينك. اعوذ بالله من فالك منك له. سلامة خف، اشوفك الصبح. ما تتاخرش بقى، ها؟ هنستناك على الفطار. لو ما جاش على العشاء. الله، هو الكوماندا ماشي كده من غير ما يشرب حاجة ليه؟ يا ساتر، ده انت حشري قوي يالا. تصدق انت معاك حق، انا نفسي زهقت من نفسي، بس انا بطمن عليه. بس هو صحيح اللي انا سمعته؟ سمعت ايه يا اخويا؟ بيقولوا في المنطقه انكم اتفقتوا على نقله خرده جامده قوي. حصل. ايوه ده كيمو، خلي الرجاله تسترزق وتاكل عيش حلو. صلي على النبي، هو ده الكلام، هو ده شغل المعلمين الكبار. بقول لك يا عمنا، حته حرف ورقم تستاهل البجوات، البجوات الكبار، الصغننين لا. ومن امتى يعني الحداه بتحدف كتاكيت؟ فضلة خيرك يا كماندا. مقبوله منك يا كيمو، ولا انت ايه رايك يا بركه؟ اهو اللي يجي منه احسن منه. على رايك. امورني. اعمل لنا اتنين شاي سخنين يعدلوا الدماغ. يلا. عينيا جوز، وعندك اتنين شاي على ميه ساعه واظبطهم عشان خاطر رايس زين. من عينيا يا كيمو. يا نعم. صباح الفل يا معلمة. لا دلوقتي مش هينفع حاجة، أنا عندي شغل. إيه؟ آه عارفها. ماشي حاضر، أول ما أخلص هجيلك على طول. سلامة الله يا باشا. يا باشا.